اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل بتاعنا والمنيو بتاعنا بسيط وسهل، ولكن الاسئله فيه كتير للامانه. موضوع البانيه او الفراخ البانيه او اسكالوب بانيه، دي المسميات بتاعته، او البوفتيك، عشان برضو احنا نبقى شغالين في اطار المسميات بتاعه الوصفه نفسها. معانا فراخ النهارده هنعملها فراخ بانيه، اسئله كتير. الفراخ بتنشف مني وانا بحمرها، بتكش مني الخلطه، بتسيب في الزيت، باجي اكل الفراخ الاقيها زفره، تستوي من بره وتبقى من جوه مش مستويه. الحاجات دي كلها هنعمل النهارده فراخ بانيه ونجاوب على اسئله عملي واحنا شغالين مع بعض. معانا النهارده كسروله رز بالخضار، المسمى العلمي بتاعها رز جلاتان بالخضار. ايه الفكره في الموضوع ده؟ انا حابب اجمع كل انواع الخضار اللي طبعا فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. البسله غنيه بالبوتاسيوم للامهات والسيدات الحوامل، الجزر مفيد جدا فيتامين سي وطبعا مصدر غني جدا، الكوسه مفيده للجهاز الهضمي وللقولون وبتساعد على الهضم ومفيده جدا لعلاج الامساك، كمان السبانخ غنيه بالحديد. كل دولت يا عم الشيف هيتجمعوا مع الرز المصري بتاعنا كربوهيدرات ونشويات، ونتوجهم بجبنه موزاريلا مع وايت صوص. اصبحت الهرم الغذائي قدامنا مع طبق سلطه خضراء وتعشت. نيجي للمانجا. المانجا احنا غرقانين في المانجا الايام دي بصراحه. ليا صديق في الاسماعيليه ربنا يديله الصحه، كل يوم كل خميس يجيب لي كرتونتين مانجا. فالمانجا عندنا عايزين نعملها النهارده سموزي، نعملها مربى المانجا، نعمل كنافه بالمانجا، نعمل جمبري بالمانجا. افكار كتيره المانجا على فكره، انا ناوي ان شاء الله يعني نظبط الافكار بيها. فعايز اعمل سموزي المانجا النهارده بالزبادي ونشوف نعمله مع بعض ازاي، وياخد طعم الفانيليا، يعني نهرب من طعم المانجا شويه مع الفانيليا والزبادي، وبيساعد على الهضم والمانجا مفيده جدا. ولكن نصيحه من مجرب بتاكل مانجا او بتاكل مانجا او قاعدين بناكل مانجا وسهرين سهره مانجا، نشرب كوبايه ميه بعد اكله المانجا زي القهوه كده. دايما القهوه اتعلمنا الفرنسويين يعني لما يعزمونا على القهوه نلاقي فنجان القهوه جنبه او الاكسبريسو جنبه كوبايه ميه مشبره. نفس القصه بناكل مانجا يبقى وراها كوبايتين ثلاثه ميه، اذا احنا مش هنشربها عصير. دي مفيده ليه؟ عشان نتخلص من الاملاح بتاعتها. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لاسرار لشويه اكل، فرصه نجاوب على اسئله السوشيال ميديا، لان احنا بنتابع صفحه اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى، وبنتابع حضراتكم بالتواصل والكلام الطيب اللي بترسلوا لنا طبعا وبتوصلونا بيه عشان نجاوب على الاسئله مباشره. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا شوفوا مع بعض، معانا صدور فراخ ومعانا تركيبة البانيه. تركيبة البانيه اتعلمناها من زمان قوي، بقسماط ودقيق وبيض. فالتطوير دلوقتي في موضوع البانيه مش عايزاه يفك مني في قلب الزيت. اعمل ايه؟ خليكي مع الشيف المغازي. المقادير على الشاشة، صدور فراخ، معانا بقسماط، ومعانا رقائق الذرة الهشة تتباع جاهزه في اي سوبر ماركت، ومعانا ثوم، عصير ليمون، ونشا، وزعتر، وزيت للتحمير. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، ولكن التركيز في ان ازاي ما تفكش مني في قلب الزيت. باخد صدر الفراخ الحلو ده كده، الكميه ديت، واشيل الطبق ده من هنا خلاص. اللهم صل على النبي. وأول حاجة نقطع الفراخ بالشكل ده كده. في موزة هنا أنا عايزها. دي أنا بقى إيه، حمرها زي ما هي كده للأمانة أهي. فين هي؟ أهي. بحبها قوي على فكرة، حتة ناعمة كده لما بتتعمل بانية أو مشوي ما أقولكيش. مش هاجي جنبها لا بمدقة اللحمة ولا بالسكينة، زي ما هي كده هتاخد التوبنج وتتحمر في قلب الزيت. أعلمها عشان دي بتاعتي. وآخد بقية الصدور كده، واحط ايدي الشمال على على صدر الفرخه، وايدي اليمين تمسك السكينه عشان ما تعوريش نفسك. بصوا معايا اهو، وانا عايز اقطع صدور الفراخ دي علشان تبقى اسكالوب، اعملها بانيه. اهو حلو. حلو ده واحد. نيجي نفس القصه هنا كده اهو، شفت السكينه ماشيه ازاي؟ زي السكينه في الحلاوه بيقولوا. اهو ما تضغطيش جامد عشان ما تلاقيهاش عدت على ايدك، خلي بالك. اهو زي الفل.
نيجي التاني بالشكل ده كده اهو. في صدور، في صدور فراخ اكبر من كده ممكن تتقطع على اربعه حسب الحجم يعني. طبعا مش هنكتفي كده بكده وبس، لا معانا مدقه الفراخ او مدقه اللحم، في منها خشب وفي منها الومنيوم. ما لقيتش لا ده ولا ده، جيب الكوبايه تكون سميكه عندك كده بتاعت عصير ولا حاجه، او ظهر السكينه زي ما انت عايزه يعني. احنا بنخرجك من الازمات ممكن انت تواجهك في المطبخ وتقولي انا مش هعمل الاكله دي عشان ما عنديش مدقه اللحمه، والشيف مغازي قال مدقه لحمه. خلاص الكلام ده كله انت تقدري تتصرفي. اه حلو قوي، السكينه دورها انتهى، وناخد المدقه كده. بس اللحم ده لو حطيناه على الخشبه هيتري مني، او اعمل ايه بقى؟ اخد البلاستيك ده كده واحط الصدرك ده كده اهو زي ما انا شغال. في محلات جزاره بيبيعوا الحاجات دي جاهزه، ما بقولش ما تشتريهاش، والله انت في محل ثقة بينك وبين الجزار اهلا وسهلا، ولكن انا بفضل انك تعمليها في البيت. ضمنت السكينة بتاعتك، ضمنت الخشبة بتاعتك نظيفة، ضمنت مصدر الفراخ شايفاه بعينيكي قبل ما ياخد التوبنج وتدارة، هل هي طازة ولا مش طازة، الحاجات دي كلها مطلوبة يعني. ولكن لا نشكك ولا نتلكك، يعني ما نقولش لا خالص عشان برضو حدش يقول لي ايه يا ابو غازي حرام عليك، لا لا خالص زي الفل. كيس تاني ونحطه كده هنا. ما عندكيش الاكياس دي، كيس العيش جيبيه وافتحيه وتعاملي معاه. حلو اظن كده ملناش حجه، هنخبط كده واحده. الفراخ غير اللحمه مش قاسي انت بتشوفيها قدام عينيك، تجيبي كيس شفاف عشان تشوفيها. الحته التخينه بتدوسي جامد شويه، الحته الرؤيه بالحنيه. الاولاد يحبوا الحاجات ده على فكره، انا عندي بنوت بصراحه بتموت فيها، ما باكلش اي حاجه غير هي. تحبها سبايسي، انت برضو خليها سبايسي. شفتوا؟ وانا شغال. حطهم في التلاجة، اعمل لك 3 4 كيلو، ضيع وقتك من طول النهار ماسكين التليفون على الفاضي. ماسكين ما بنعرفش تليفون، في برامج كده نقعد نطلع من برنامج نخش على برنامج نخش على فيديو، الحاجات دي كلها احنا ما استعملناش حاجه، ضيع وقتك في ده. هتعمل لك 3 4 كيلو غلفهم بالتوبنج اللي انا عامله دلوقتي بجد والله العظيم، ورصهم في الاطباق الفوم بتاعه التخزين وحطهم في التلاجة. حطي من كل رقه ورق كيس بلاستيك عشان ما يمسكوش في بعض، وخليهم هتبقى انت بره بيت خارجه مع اولادك رايحه البيت تلاجتك عمرانه، طلعي من التلاجه وتحمري، تعملي مره بالجبنه مره مع صوص طماطم مره مع الوايت صوص مره على وش بيتزا، الحاجات دي كلها. تعالوا هنا على الفراخ زي الفل اهيت، هنعمل التوبنج بتاعنا من التتبيله. التتبيله هي شيف توم نيه اهوت زي الفل، زعتر، مش ملاحظين الموزه بتاعت الصغيره دي الحلوه اللي هي ظهر الصدر الفراخ، طبعا هو مبسوط دلوقتي. الملح ده كده، عصير ليمون. هنعمل التتبيله دي وبعدين هناخد صدور الفراخ دي نحطها في التتبيله. ده عصير ليمون اهوت مع الثوم، حلو قوي. فلفل اسود اهو، لازم فلفل اسود عشان الزفاره. اوعى تحطي زيت، اكتبيها على باب التلاجه، حذاري تحطي زيت او زبده او سمنه في تتبيله البانيه، خلي بالك. ناخد ده كده ونسقطهم كده ما تقلبهمش كتير عشان ما يتهروش اهو، ويطلعوا من التتبيله دي بقى لموضوع تاني. احنا بنشرح موضوع البانيه للاولاد بيحبوه، تعالوا مع بعض نشتغل في البانيه بتاعنا اللي انا مش بحبه من صغري. كان الشيف يحب يعاقبني، اكون مثلا جاي متاخر، عملت حاجه مكان مش نضيف، طبعا بتعلم لسه، كان يقول لك اشتغل في البانيه. لما اشتغل في البانيه يعني ما اعرفش اشتغل في حاجه ثانيه خالص، ايدي بقى بتبقى كلها بيض وبقسماط والجو اللي حضراتكم عارفينه ده كده. شويه الحليب، شويه زعتر، فص ثوم ني، شويه فلفل اسود ده الطبيعي،
والملح بتاعنا. الخلطة دي مهمة جدا على فكرة. التركاية بتاعت المغازي بقى علشان يبقى مقرمش، اسمعوا معايا وانا شغال اهو. ده بيض، حليب، شوية زعتر، شوية بهارات، شوية فلفل اسود، كل دول مع بعض. تركاية يا عم الشيف اهو. معانا من النشا معلقة، ومن الدقيق معلقة. احفظيها دي، نشا معلقة والدقيق معلقة، هننزل بهم في قلب الخلطة دي. دي الابتكار. ادي معلقة الدقيق زي ما هي كده، وادي معلقة النشا زي ما هي كده. انت شايفة الكمية قدامي تقريبا 4 صدور فراخ. حلو. ونقلب كده. هيديك الخليط له قوام عامل زي اللبن الرايب. هو ده. بس خلاص. نشتغل في البانيه بقى، والزيت عندنا شديد الحراره اللي هنعمل له بقسماط هندخله النار. نجيب طبق، اللهم صل على النبي. وننزل كده. يلا اساتذه المصورين حبايبي، نطلع بالتتبيله دي كده. تنزل هنا. تطلع اهي زي ما هي كده. طريقه سهله جدا لعمل البانيه. تاني عملت ايه يا شيف؟ مسكت الفراخ قطعتها بالشكل ده كده، تبلتها، ما حطيتش زيت ولا زبده ولا سمنه، خلي بالك. وبعد ما تبلتها سبتها في التتبيله ليله، ساعتين ثلاثه اربعه، كانك بتعملي شاورما. مفيش زفاره هنا اهو، شايفه؟ وبعدين عملت التوبنج اللي هو عباره عن بيض وحليب ونشا ودقيق. الموزه الحلوه دي كده بحطها اهو، حلوه اهو. بس خلاص خلوهم كده، واشيل دي مش عايزها، وارجع تاني. وعندنا البقسماط وعندنا رقائق الذره. محطه هنا بقى، ايه المحطه بتقول؟ عايزه تعمليها بالبقسماط اللي هي فتات الخبز اللي دي انت عندك، العيش الصامولي، العيش بتاع السندوتشات اللي بقى عندك، او التوست، مفيش مشكله. عايزه تجيبي رقائق الذره الهشه اللي احنا عارفينها وتستخدميها، مفيش مشكله. بس عايز اقول لك على معلومه، سواء ده ولا ده لازم تحطي معلقه دي مع الخلطه، سواء رقائق الذره او بقسماط، معلقه دي مع الخلطه. زمان عملت كده. وتحط التوابل بتاعتك. حلو. السؤال وجيه ده، مستنى حد كان يساله لي. معلقه الدقيق بتقفل المسام علشان تدي لصدر الفرخه شخصيه. شويه البهارات دول حلوين قوي علشان يدوا طعم. زي الفل. واقلب دول كده وهشتغل بقى. عملنا واحده اتنين تلاته اربعه، زي الفل. ممكن نعمل نوعين، مفيش مشكله. بس انا جبت الاتنين معايا عشان على السوشيال ميديا بيقول لك ازاي نعمل الفراخ البانيه برقائق الذره اللي هو الكورن فليكس. ده بيتباع في اي سوبر ماركت، بنجيبه وبنعمه ونستخدمه، في منه جاهز. ده او ده. حلو قوي. نشتغل مع بعض بقى واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده ايه، هي دي، تعالي. شفت التوبنج كده اهي، شايله دي وشايله نشا، ناخدها زي ما هي كده، نصفيها ونحطها هنا. عمايل الفراخ البانيه من ايد الشيف المغازي، وداعا ان هي تنشف مني في الزيت، وداعا ان هي تبقى فيها زفاره، وداعا ان هي تبقى مستويه من بره وطريه من جوه، وداعا ان هي تبقى كمان فيها نشوفيه، تلاقيها مجدده كده عامله زي الرغيف العيش، خلي بالك. وانا شغال. حلو. بتضغط عليها بيدك كده. نص الكميه عملتها بالبقسماط، ونص الكميه ادخل ده كده. عينيا. حاضر. وناخد دول نعملهم برقائق الذره. اللي عايز بده اهلا وسهلا. السر هنا والتركايه هنا تاني، معلقه الدقيق اللي حطيتها على التوبنج الاخير اللي هو البقسماط او رقائق الذره، والنشا والدقيق اللي حطيتهم في التتبيله عشان نبقوا ايه، واضحين مع بعض. هاخد دي كمان عشان وقتنا خلص. زي الفل. واشيل ده من هنا عشان عندي عصير مانجا عايز اعمله، غرقانين في المانجا. المانجا الفص، والمانجا العويسي، والمانجا الفونس، والمانجا الهندي، كل ده. تعالوا بقى اقول لكم على امانه، انا سافرت العالم كله، حاجتين ما لقيتهمش في اي مكان في اي غير في مصر بصراحه. المانجا بتاعتنا دي مش موجوده في اي مكان، والبصل الاخضر حاجه يعني مش موجوده بجد، اذا كان طعم، اذا كان شكل، اذا كان كل حاجه. خلي بالكم. فالمانجا عندنا في مصر السنه دي الحمد لله حلوه، نقدر ان احنا نخزنها، نقدر نعملها مربى،
نقدر ان احنا نستفيد بيها، ولكن نصيحه مني، لان المانجا لها اضرارها، املاح، وخاصه لو حد عنده املاح، عنده يوريك اسيد كتير فيقلل منها. كلت مانجا، انصحك تشرب كوبايه ميه بعد اكل المانجا. تاكل بقى حبيتين ثلاثه اربعه مفيش مشكله، كل براحتك، بس اكثر من شرب الماء العادي، مش يكونش مسلك على طول. العلم بيقول كده، والابحاث العلميه بتقول كده، حتى القهوه زي ما قلت في بدايه الحلقه، شرب الماء بعد شرب فنجان القهوه مهم جدا. ناخد الخلطه دي كلها كده ونشيل ده كده وننزل في الزيت عشان نكمل اللي بعده. اللهم صل على النبي. اخبار الزيت ايه يا شيف؟ لا شغال، العب، هو ده، خلي دينا كده، اللهم صل على النبي، وتعالوا نحمر. التحمير بقى فيه فن برضه، خلي بالك لما تيجي تحمري فراخ بنزه دي كده، تحط في الاعتبار ان دي ما تتقلبش كتير. اخبار الزيت ايه؟ هو ده اللي انا عايزه. ننزل بواحده كده اهو، وننزل بالتانيه جنبيها. ممكن على فكره تحمرون في طاسه في زيت وزبده زي ما انت عايز. شفت؟ واحده واحده، ما تنزليش بالتانيه خالص دلوقتي. طب عايزين نخزن ده في الفريزر يا شيف، احنا بنشتغل وبنروح شغلنا، وعايزين نرجع سريعا كده. جوزي عازم صحابه، ابني عازم صحابه، ابني نجح في الثانويه العامه وجايين نبارك، كل ده هنطلع من الفريزر ونحمر بسرعه، ولكن يفضل انك انت تطلعها من الفريزر قبل التحمير على الاقل بنص ساعه. تعالوا نطلع صينيه الفراخ بتاعتنا. الخلاط بتاعنا خلاص. شوف بقى الحاجة معانا أخبارها إيه. البانيه بتاعنا جاهز. بصي لي على البانيه كده يا شفيق. البانيه ده عايز صورة يعني تخش التاريخ. اتعمل، اتحمر، شايف التفاصيل؟ لونين معايا. إيه الحلاوة دي يا شيف؟ عينيا. يا فندم حاضر. حلقة النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها خبرة طهوية. زي ما وعدت حضراتكم، الفراخ البانيه سؤال سوشيال ميديا، الإجابة عليه عمل النهارده، عملناها بكل تفاصيلها. معايا الهرم الغذائي في قلب الكاسرولة، لطيف وجميل، يحتوي على البروتين وكل المعادن وكل الألياف. معانا عصير مانجا بيتكلم مصري بتعم النعناع المصري، ويا بتاع النعناع يا منعنع. حلقة النهارده رؤية فن إبداع بتناسب كل أفراد الأسرة صغير وكبير. وحابب في نهاية الحلقة كمان بهني كل طلبة الثانوية العامة في كل محافظات جمهورية مصر العربية اللي نجحوا واللي ما صدفوش الحظ، وإن شاء الله السنة الجاية هيبقى من المتفوقين وينجح ويفرح أسرته. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. We'll be right back.